السلام عليكم. درسنا اليوم اللغة العربية. سأكون طيارا. رافق بهاء والده إلى المطار لاستقبال عمه القادم من السفر. عندما وصل شاهد طائرات كثيرة تقلع وتهبط. تذكر سؤال معلمته: ماذا تحب أن تصبح في المستقبل؟ يا حلو يا صغير شوف شو بدك تصير. يا حلو يا صغير أنا طيار أنا طيار أسوق الطيارة فوق في السماء بذكاء ومهارة رح أتعلمها. برافو برافو برافو. قال بهاء لوالده: أحب أن أصبح طيارا أحلق عاليا في السماء وأقود طائرة من طائرات سلاح الجو أحمي بها الوطن. نظر بهاء إلى طائرة في السماء وقال: سأكون طيارا إن شاء الله إن شاء الله سأكون طيارا إن شاء الله.